سي مختار عندي الكهرباء نمشي بيها في لوتوروت، طلعت لي السخانة للآخر دوب ما طلعت فقت بيها، اتكيت على اليمين هبطت نشوف نلقى المية خارج مرة يعني فاض وواحد وكل شيء، بدلت لها الترموستا وواحد وكل شيء، قلت بلكش ترموستا كل عاد عاودت يعني قلنا احنا شفتها وكذا، رجعت لي سي مختار كي نحل يعني كنا احنا ركبت لها ترموستا وبدلت ونظفت يعني راديتور دي بدي بالهواء وواحد وكل شيء، رجعت بها يعني رجعت ديماريت بها ديماريت بها يعني جريت بها شوي يعني احنا في يوتوروت هكا، بعد قلت هاي سي بون هكا يعني ما طلعت ليش سخانة في 90 لبس عليه، بعد سي مختار انا تكيت الكهرباء في الباركينج والمية نلقاه يشاشر كيما ترى فيها وكلبي المية خرج، خفت ما كذبش عليك سي مختار قلت اطلعش دوبي دو جوان فما ايش حاجة، نحب نستشيرك يعني والمية يبقبق ديما في الواحد ديما في المية يبقبق في مش يعني سخون يعني ديما يخرج، فهمتني؟ بالنسبه للمشكله اللي صار لك هذه، اولا انا بعث لك فيديو الساعه، خلي السياره بارده، خلي الكهرباء بارده، عبيها للفم بالماء باش تطمن اللي ما صار لهاش كده الساعه، ولا باش ما تقولش تخدم خدمه في الفارغ، وخليها تخدم الكيكه زي ما هي، وهنا يعني كما موجود في الفيديو. من بعد اذا كان العمليه سليمه ما فيها شيء، لازم تفحص المضخه بتاع الماء البومبو، لازم تشوف البومبو، ممكن البومبو تكسرت، هذه حاجة ليه؟ خاطر أنت ما حكيتليش هل ترى كان عندك قبل نقص ما ولا فجأة اللي صارت لك ولا شيء هيك ما عادش بالضبط. المهم الحالات هذه اللي تصير مفاجأة ما تصيرش إلا بحاجة صارت في الموتور تلقائيا، يعني مش منك أنت أو من الحاجة كما هذه تصير وقت يتحرك جوان كيلات، يعني مش يعني وقت يسوس الكيلات، وقت يسوس البلوك، وقت يتكسر البومبو، وقت تقطع الكروة، الحاجة هذه تصير هيك على غفلة، إذا كان صاحبها ما يفيقش ولو إيش تولي هي ما عادش تقبل الماء بكل، أنت خليها تبرد جملة، قلت تو أكيد راهي باردة، عبيها للفم بالضبط قبل ما تخدمها، وبعد خدمها كان أول ما خدمتها فورت الماء معناتها راهو تضرب الموتور تضرب، ممكن عندك كلاس مسوس ولا بلوك مسوس ولا جوان كلاس، يعني حتى هي ساعات تكون السبب هي البومبو مضخة الماء، وكان هم فورش وقتها حل مضخة الماء وطلع عليها. رغم انت يعني قلت الترموستات والمانو بدلتهم نفس الشيء، ولهذا عمل فحص على البومبو.